حلو كتير. صورة أخرى مقططة أسجلها ما بقتش مرتاحة معاك ولا مرتاحة لك شايفة أني أبعد عن هواك مالي ومالك وسايبها لك ليلى غفران من الأصوات المحببة جدا على قلبي وهالأغنية بالذات ليلى غفران من الأصوات من الأصوات المحببة جدا لقلبي فعلا وأغنيتها بالذات أسهلها لك يعني هي كمان من كلام وألحان يمكن محمد رفاعي بفتكر أنا بس كون عم بحكي على الملحنين قول موزعين مشان هيك قبل شوي زعل جامري قال ما كان في غيره فأنا ما في غيرك إيه وناصر بكم غنية بس أنا بس كنت عم قول ملحنين وكتاب وشعرة مش موزعين معلي صار في التباس فبحبها كتير للغنية وطبعا بس ما تأثر بدي منه كيف ما تسمع شو بديك إليسا من الناس اللي عطيوا شهادات بيصا شو كيف أسهلها لك ما بقتش مرتاحة معك ولا مرتاحة لك خايفة اني أبعد عن هواك مالي ومالك وسايبها لك شو حلوة الغنية كتير حلوة الناس اللي عطوا شهادات بصوتك يعني ليلى غفران أصالة الموسيقار ملحم بركات راغب علامي سوبر ستار كريس دوبرغ شاب مامي كثير ناس رح نحكي عنهم كثير بس محمد رفاعي معنا مباشرة على الخط مساء الخير محمد رفاعي مساء الخير عليك جميل مساء الخير ازيك يا إليسا ازيك انت مساء الخير عليكم جميعا رمضان كريم حبيبي. رمضان كريم صوتك جميل ده يا قمر ايه ميرسي يا حبيبي محمد رفاعي بدي اياك تسمع انا الصوت ضعيف شويه مش سامعكم كويس نعم بدي اياك هلا منيح كويس كده تمام اسمعنا من التلفزيون عندك اغنيه تلائم صوت إليسا سمعني اياها هلا على الهواء مباشره سوري بس كل الاغاني اغلبيه الاغاني اللي عايشه لك اجمل احساس هلا هلا اغنيه جديده اوكي بس لا اغنيه جديده محمد رفاعي اغنيه جديده اللي سمعت احنا فينا نقول من 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 اجمل الحاجات اللي انا بحبها لإليسا بصراحه طبعا كل شغلها تحفه بس في اغنيه انا عملتها معاها وبحب اغنيها على طول بصراحه شو جوالي بس هي كمان تغنيها طبعا اذا هي زيتها اللي هي جوايا ليك احساس بيك بركض ليوم العين تنام والقلب عمره مجال نوم من كتر شوقي ولهفتي شايل هموم طبعا ما اقدرش اكمل قدامها من اجل فعلا كلماتك والحانك محمد رفاعي نعم. انا عايز اقول لكم يا جماعه يعني إليسا من اجمل الاصوات اللي انا سمعتها في حياتي ومن اكثر الاصوات معبره واحساس وكل حاجه في الدنيا عايز اقول لك مرسي شكرا لك محمد رفاعي انا بدي اقول قبل ما اعرف محمد رفاعي كنت حب اسمع كم اغنيه والاغنيه اللي كانت من وراها يعني صرت اشتغل معه هي حبيبي ولا على باله فمن وراها تعرفت عليه وعملنا اعمال يعني ثلاث ارباع الشغل كان بعيشالك او تنقول عيشالك كان في عيشالك اجمل احساس كلامه وكثير غيره بهالالبوم كان في أغاني رومانسية حتى هو كتبها ولحنها يعني محمد بس يعيش حالة معينة بيبدع يعني صح. وبعدني ناطرة غنية لأنه بعدني ناطرة عمل بهالألبوم أو أكتر حتى بس أنه نشتغله سوا وأنا كتير بحب أشتغل معه لأنه كله أحساس وأنا بصير بغني مثل ما هو بغني على السداء فبقدر بغني أحساسه عالي جدا يعني. شكرا لمحمد رفاعي مرسي لاتصالك ولشهادتك محمد الألبوم الجديد صار جاهز تقريبا وسمعيني شو جديد من الألبوم الجديد هلسا لساعة عم غني غنية راحت عم بالي هلأ شو هنية بغني لك غنية من الألبوم الجديد كلام ولحن مروان خوري من حي لمروان من حي لمروان ذنبي أنا ذنبي بهواك وهمي أنا يا حبيبي رضاك وانت ولا تسأل عحدا هايم بمدى عايش ترارا
حظي انا بعيوني داريك السهر وانا السهر لياليك بقلبي بكي بعيوني حكي ولا عم بشتكي ولا في جفيك. الكلام طبعا ناقص شوي بس اتس اوكي بعد ما سجلته. تحية مهضومة تبرر. تحية لمروان فيك مروان خوري ما اقول الكلمة كلها بعد قولها تحية مروان بده يقول لانه في كلمة تانية بتفز بها. تحية لمروان خوري. اليسا في كثير ناس بيسلموا عليكي. سيف من القاهرة، شهيرة من القاهرة، بوجه لهم تحية. ميرسي. من جامعة الاي يو اس تي في طالب اليوم الصبح شافني بالباركينج قال لي سور انا اسمي حبيب برجي تنساني؟ قلت له لا حبيب سلمت لك. ميرسي حبيب. انا كمان فيصل من الامارات العربيه المتحده كمان. ميرسي. مين اليوم من فريق العمل تطلع على وجهه بتعرفي انه ضيفتنا اليسا؟ إلسي بدور. تطلع على عيونها لإلسي بتقولي انه اليسا. إلسي يعطيها العافيه، بنوت مهضومه نشيطه جدا. صحفيه متعلمه بكل معنى الكلمه. كمان إلى وقع كتير مهم كمكتب إعلامي لحضرتك. رولا نصر. رولا نصر طبعا أتاشي دو بريس تبعولي طبع يعني لألي رولا. رولا شاطرة بوجه لها تحية. أنا ما صار لي زمان بتعامل معها بس فرقت كتير الشغل وطريقة تعاطية مع الصحافة بالوقت اللي صارت رولا معي، فبوجه لها تحية. شكرا لأنه عم بتغطي كمان معظم حلقات أكيد. هي أنت أشكر علي. قلت له يعني مثل أغلب الصحفيين يلي بنشكرهم. رولا كمان بتستاهل شكر مقتطف. يا حبيبي اللي اشتقت لي بعدك عم بتفكر فيي، لا تبعد عني ولا تخلي قلبك من دون حني، أنا والله بحبك يا غالي أكثر من قلبي وعيني. يعني راغب انا شو ما اقول خلص، يعني حكيت كثير. حكيت كثير وقلت كثير وخلص بقى. ما بقى لا قصدي ما في شيء ضيفه يعني بس رح ارجع عيد شوية قصص يعني. راغب فنان نجم بعده على القمه طبعا من وقت كثير طويل وهيدي المرجله، وانا كثير سعيده بالعمل اللي قدمناه سوا واللي نجحنا فيه. انا كشخص كنت جديد بتغيب بتروح طبعا، كانت من انجح الديو اللي انعملوا. انت كنت مبتدئه هو طبعا قلت ايه ما في شك. عطتني اذا بدك كمان يعني اكثر كم ستيب قطعتهم اكثر من ما قطعت وحده قطعت 10 مثلا اذا بدك. ما في شك انا راغب من الاصوات اللي بحبه، وجربوا كثير يستفزوني يقولوا لي قالوا لهم راغب ما غريتي اليسا من بعد ما نجحتي بالديو وقطعتي اصوات؟ هي مش وقفت انه اعمل ديو لانغار، هو يا بنغار من عمل تافه وانا بصدقه يا انه بستوعب كل شيء حلو عم بعمله وبقدر اتمالك اعصابي واتمالك حالي. انا قطعت مرحله الديو، عملت عيشالك اللي هو نجاح كبير مع جان ماري وفريق كبير، وكل يوم في عمري اللي اخذت عنه جايزه وما وصلت لها، وان شاء الله ما بوصل لها مع انه ما يعني في ناس ما بتعرفني ما بستغرب. ولا مره انغريتي؟ لا ما بيمنع انه في لحظات بتحس، ولو ما فيك ما تحس كمان بالشيء اللي عم تعمله هذا ما انه غرور. صح صح. بس ممكن ترجع تعمل ستوب، خلص عرفته خلص وقف. او يعني مفروض تنغري اول شيء انه راغب عليمي اختارك لإلك. يعني هيدا شغله حكي ما في شك ما في شك، بس انا ما عم بحكي بس هلا عن عم بحكي عن كل المراحل اللي قطعت. يعني هي مش انه لانه عملت هديو ما انا عملته ونجحت فيه وعملت الحمد لله توفقت يعني باختياراتي وبالبوماتي وهالشعور انبسط احس ما فيك ما تحس، بتكون ما بتعرف قيمه حالك. صح صح. بس مش هيدا اليسا بيصير في مشاكل بالديو مين بده يغني قبل؟ ما صار ابدا مع راغب لانه انا غنيت قبل انه ما صار مشاكل لانه انا لو كان راغب بده يغني كان ممكن يصير مشاكل. لا لا انه كان لا راغب المفروض يزعل ايه؟ وما زعل. لو انت غنيتي بعد كنت زعلت؟ ما بزعل. كريس دبارك لا لا ما عندي اياها العقده انه مع شاب مامي. بدي اقول راغب فنان كبير وانا بوقتها كنت مبتدئه وانا بلشت وهو ما زعل. أوكي. فليش بدي ازعل هلا يعني ما دام هي مين ببلش هي اهميه الشغله شو هي اهميه العمل بشكل متكامل يعني مش انه يعني انه هو لازم انه تبلش قبل لانه انه ستار يعني انت بالعكس. طب اليوم اليوم بصراحه اليسا يعني صدقا لما بنقول بتغيب بتروح لمين بتنسب الاغنيه؟ لراغب علامه ولا لاليسا؟ لاثنين.
يعني لو ما أنا كمان أديت واجبة وأديتها بشكل حلو ما كانت، ولو كان بس يعني ما في شيء ناقص بيمشي أو بينجح أو بيلفت النظر، وهالشي بيّن من نجاح الأغنية ومن حفلات اللي صرنا نعملها سوا أنا وراغب. وحتى هلأ في حفلات راغب بدنا إليسا معه بس لنعمل هالديو سوا، عرفت شو قصدي؟ بس هاي بصراحة وما في شيء الواحد بأنه يخبيه بهيك. آخر مقتطف. يا هوا روح وقلو قلو كتير اشتقت له، لو بدو عمري كله بعضيك، ولما يا حب تردو رح كمل عمري حدو، نار تطفيه له بردو دفيه. ردو يا هوا لعندي قصر لي المسافات، حامل بيدي وردي اهات وهيدي واطي علي. كمان هالأغنية عملي عملي بعد مرة عملي بعد مرة. ردوا يا هوا لعندي قصر لي المسافات، حامل بإيدي وردي أهاتوا ذكريات، حبيبي يلي بحبه قلبي معلق بقلبه وعم بحلم فيه.